من قلب جنانات الخزامة تنقول لكم صباح النور والورد وصباح الخيرات. دوريكا دوريكا معطر بريحة الخزامة الفواحة المسقي من شرابها مرتاح والولهان بلونها ذواق. صباح النور عليكم. أو لا ميزون لافوند شفتكم باش تنتعوا بيناتكم وترتاحوا. أحسن حاجة هي تجلس في أن شون هكذا عامر بالخزامة، واحد الريحة واحد الإحساس بذليا كيصرا. المعلومات اللي في هذا الفيديو مبنية فقط على تجربتي الخاصة. أي معلومة طبية تنفضل نخليها الناس المتخصصة في لا ميديسين تراديسيونيل الهيربوريستيري باش نتفادى توصيل أي معلومة خاطئة اللي تقدر تسبب في مشاكل صحية. دار الخزامة أو لا ميزون لافوند ما هي غير فكرة بسيطة شافت النور وصبحات مشروع ناجح اللي تيجيولو الزوار للاسترخاء أو لا باش ينقصوا ويحيدوا عليهم ضغوطات اللي تعيشوها كل يوم. رحلة نانسي فيرون اي دانيال جوانيت لفرنسا خلاتهم يكتشفوا جمال حقول الخزامة ويعشقوا هاد النبتة، الشي اللي خلاهم يبحثوا كثر وكثر باش يتعرفوا عليها، فلقاو ان فيها اكثر من 100 نوع ومنهم اللي تيقدر يتحمل الجو البارد اللي في كندا. ومن هنا بدات قصه دار الخزامه. للخزامة استعمالات كثيرة يمكن لكم تستعملوها كمنسم وتزيدوها في لي بيسكوي أو لا في لي كيك، ديروها ليموناد مع الحامض أو لا تنسمو بها لا غلاس تيجي غزال. الروايح يا لالا الخزامة تتساعد على الاسترخاء، وفي الدورة الشهرية شربها كتيزان تتنقص من آلام الكريشة. أما من مورا الدورة الشهرية غليها في الماء وصفيها، وفاش الدفا طهري بها. الخزامة على الفاخر تبخري بها دارك، أما مغلية في الماء بخارها على وجهك. أما في الحمام تحمحيمة ما تحلى يا لالا غير بالبخورة د الخزامة. اش نعاود ليكم ولا نقول ليكم، فوائد الخزامة كتيرة. نبتة بريحتها الفواحة ما يعشقها غير الذواقة. اخر الفيديو درت لكم وصفه جميله باش تهلاي في راسك لالا، ديري سبا في قلب دارك ودوزي وقيد جميل ينسيك الدنيا وهمومها.